بالطريقة دي. عشان كده نحن ما في حاجة سويناها ولا في حاجة عملناها ولا في وطن جهزناه ولا في دولة حتقوم. بالعكس حتجيك دولة حتنفصل قصبا عنك وقصبا عني وقصبا عن أي زول. لأنه الخطاب السائد الآن الخطاب العنصري. والعنصرية ما من الناس التحت، الناس التحت وطنية، لكن العنصرية من الفوق. العنصرية من التعايشي. العنصرية من حميتي. العنصرية من مناوي. العنصرية من الرمم الفوق المطلوبين للعدالة الدولية. لأنهم ما عندهم حاجة يقعدوا بها غير العنصرية. ناس مجارمة، ناس كاتلين، ناس ما عندهم فكر، ناس ما عندهم منهج، ناس أساس مشكلة دارفور. عشان كده ما عندهم حاجة يقعدوا بها في سلطة، ولا عندهم حاجة عشان يبنوا لك دارفور، ولا عشان يعملوا لك من دارفور مدينة خلي دولة. عشان كده بيستخدموا خطاب العنصرية وخطاب الكراهية والخطاب اللي بيفرق ما بيجمع. وإحنا حارسين يقول لك والله العظيم البلد حاتمش والسودان حيتقدم والوطن لا ما حيتقدم. ما حيتقدم لأننا نحن ما جهزنا حاجة عشان نتقدم. لأننا ما اخترنا النزيه الأمين الشريف. لأننا جبنا ناس سوابق. لأننا جبنا الدولة بتاعت الكيزان الآن بنتحكم بها. بنتحكم بالكيزان ون ولتو. ون شالوا منا 5-6 نزلوهم المعاش وجابوا لك الكيزان ذاته. جابوا لك المجلس بتاع الكيزان، كل الجيش حق الكيزان الآن أنت قاعدين بيحكموا فيك. الجنجويد الصنعوم الكيزان بيحكموا فيك. حميتي الصنعوا الكيزان وجابوا الكيزان بيحكم فيك. القحاط الرمم اللي كانوا شغالين مع الكيزان في البرلمانات، اللي كانوا شغالين محلل للانتخابات الآن قاعدين يحكموا فيك. حمدوك الناس اللي زكوه الكيزان وكان جزء من الكيزان واختاروا الكيزان أولا الآن بيحكم فيك. معناته نحن ما غيرنا حاجة يا هم الكيزان. والدليل الليلة الوالي يا دوب بيطلعوا عشان يفتنوا لك يقول لك الوالي كوس، وهو الوالي نحن عارفين انه كوس، ساطع الحاج كوس، ناس خالد سلك عملاء كيزان، ناس مدني كيزان، ناس برهان كيزان، ناس كباشي كيزان، 73 سفير كوس، شركات الامتياز بتاعت الذهب كلها كيزان، شركات التصدير بتاعت المواشي كلها كيزان، ما في حاجة. ما في حاجة ولا شفنا لنا كوس حكموا عليه. ولا شفنا لنا كوز حكموا عليه عديد فعليا، حكمت المحكمة على الكوز فلان الفلاني لأنه مجرم، لأنه قاتل، لأنه سارق، لأنه ناهب. ما في. معناته ما في يا دولة الكيزان. الليلة طلعوا فيك بالخطاب بتاع الوالي بتاع القضارف ده لشيء في نفسي يعقوب. بيكون عندهم زول جهزوه عشان يبقى والي، خلاص الزول ده قنعوا منه. دارين يجيبوا لهم والي تاني هن جهزوه لليوم ده. قحاطة ما عارف الوالي منو عارفهم، يعني والي ما في زول عارفه كوز، الدنيا كلها عارفه كوز. عشان كده انت ما تنساك، ما تتغشى، ما يستغفلوك تاني، ما تاني يلعبوا بيك يجروا بيك. الحكومة ما فيها حاجة لوطن. الحكومة ما فيها شيء لوطن ولا حتبني لك وطن. تمسك الحكومة دي تقعد مليون سنة يا هدى السودان يتدمر طوبة طوبة. طوبة طوبة السودان انتهى، وفي النهاية اللي بتضر منه ده العملاء. ده ما عندهم حاجة ليه. ده في النهاية همه يكون الرجل الأول، همه يكون رجل أول في أي محل. إن شاء الله مدينة يفصلها يبقى فيها السيد، إن شاء الله بيت يفصله يبقى فيه السيد، يعني لا هدف يبني لك سودان، لا هدف يطورك، لا هدف يخليك تنمي بلدك. ده لو أنت عملت لك مسجد هنا في الخرطوم بكرة يقول سويت مسجد. لو ساي عملت لك زلط جوا الخرطوم بكرة يقول لك ليه تعمل لك زلط هنا وهناك ما تعمل لنا زلط. لو عملت لك ساي الله فتح عليك عملت لك حاجه بس حتبقى البلد كده، معناته البلد ما حتتقدم. ليه ما حتتقدم؟ لاننا ما جبنا ناس كفاءات، لاننا ما جبنا ناس عندهم اخلاق، لاننا جبنا ناس منتهيه فكريا، منتهيه ما عندها اي فكر، ما عندها اي حاجه تقدمها لنا. عشان كده السودان حيتدمر. ولسه الان هو تدمر وانتهى، الان يتدمر. الان بيعملوا لك في الدستور الدائم، دستور دائم للبلاد بيعمل فيه منه ما سوداني، بيعمل فيه نصر الدين ما سوداني، زول جوازه امريكي ما سوداني، معاه واحدة اجنبية قاعدة جوا بيعملوا في القرارات وانت قاعد حارس السودان. سودان شنو؟ سودان انتهى ونهينا بيدنا، سودان دمرنا بيدنا، سودان انتهينا منه عديل، انتهينا منه، انتهينا منه بالواضح. لاننا ما عندنا حاجة ولا عندنا شيء. هو الشعب السوداني الان يتعرى، الشعب السوداني تعرى امام العالم انه شعبي ما عنده اي حاجه.
ما عنده أي حاجة، كل الكلام اللي كان في الشوارع كله كان طلص وكذب ونفاق. شعبي ما عنده أي حاجة، لا داير حرية، لا داير سلام، لا داير ابن بلده. شعبي داير يقعد ويعاين ويجهزوا لبلده، ابنه لي يقول له ده بيتك هاك، ده عربيتك هاك اركب، ده مشروعك هاك اركب، لكن ما يتعب في دولته، لا يزرع لا يعمل حاجة. هاك جاتك باخرة بتاعت قمح مشي القمحك، جاتك باخرة بتاعت هناية مشي حقك، لكن شعبي يقعد عالة كده ويجيك يقول لك البلد حتمشي وحنعبر، ما في حاجة بنعبر بها، لأننا ما جهزنا حاجة عشان إحنا نعبر، ما جهزنا حاجة. أنا لما نجيب الرجال اللي بيبنوا البلد والله البلد دي برادقوا. الآن كنا نكون أحسن، مش الثلاثة سنة دي والله كنا نكون أحسن دولة لو كنا جبنا ناس شرفاء، لكن جبنا عملاء بتاع مخابرات، صناعة بتاعت مخابرات، ناس بأكلوا فيها بيحشوا فيها في كروشو، أحزاب عطالة ما فيهم زول شغال راجل كده بيمشي عرق ويشتغل، بيصرفوا عليهم في السفارات، بتصرف عليهم دول محددة معروفة، بتجهز فيهم لليوم ده، وانت داير تيجي تستفيد منه وتبني منه. السودان انت بتحلم، انت بتحلم، انت بتحلم، بتحلم الوطن ضاع الله يرحمه، الاخلاق عم تشوف الشوارع وانت بتحكم على بلدك انتهت ولا ما انتهت. شوف الشوارع الحاصل فيها شنو، شوف الدمار في الشباب الحاصل الان، شوف الناس بقت تلهوم بشنو، شوف البلد ماشي ليه وين، وانت بتعرف، انت بتعرف عملت شنو في بلدك وسويت شنو في بلدك. عم تشوف الشوارع وبتحكم على بلدك عملت فيها شنو، جاي تتكلم ليه عن وطن حنبنيه وبنمنعه خالص سلك كده، خالص سلك اللي يبني نفسه، اللي يبني نفسه خالص سلك، اللي يبني نفسه. ناس 12 ساعة بكونوا فاقدين الوعي و12 ساعة بكونوا داخل الشبكة، دايروا نبني لك وطن؟ زول ما ملكه، ملك عقله مخه ده ما ملكه، بيكون برا الشبكة 12 ساعة 14 ساعة، ما بيعرف يتعامل مع الناس اللي يكون بدون عقل، داير يبني لك بلد؟ انسان ما بيتحكم فيه نفسه داير يبني لك بلد؟ ما بيبني لك بلد، ما بيبني لك بلد، بالعكس ده بيدمر لك بلد، ده بيشتغل لصالحه هو. عشان كده السودان الان اتدمر وانتهى. السودان ما فيه حاجة، فيه ناس مطبلاتية، فيه ناس رمم، فيه حتالة بشر قاعدين يطبلوا، والوطن ماشي لأسوأ كل يوم، لأسوأ لأسوأ لأسوأ. احنا قاعدين نضحك على بعض، هاي السودان بيقوم يطلع لك واحد يقول لك والله الفكر، قوم شوف شغلتك برا فكر، السودان كله لو عجنته ما فيه زول فاهم ولا فيه زول بعرف يعمل لحاجة، كلنا كذب في كذب في كذب، ما عندنا زول كده نطلع ونقول ده فاهم ولا زول، ما في كذب، بنكذب على بعض، لأننا لو فينا زول فاهم وفينا زول متعلم وفينا زول ممكن الآن احنا بنجيب لنا رجال يبنوا لنا بلدنا. الآن احنا سلمنا السودان للأمم المتحدة تحت الفصل السادس عشان يضعوا لنا السياسات عشان السودان يتبني. هل بيبني سوداني؟ لا، الخطط بتجي من الأمم المتحدة، واحنا قاعدين نكذب على بعضنا. السودان حنبنيه ونحن، واحنا لم نشنو، احنا لم نشنو، احنا ما قاعد نبني في بلد، احنا بندمر في بلد. ويجيك يقول لك الخبير الفلاني والأستاذ الفلاني وده إنسان عالم في السياسة، ما عندنا سياسي في السودان، كذابين. سياسة الحرمنة وسياسة النتانة والقزارة والسفالة والانحطاط ما سياسة، ما عندنا، لا عندنا إعلام، لا عندنا سياسة، لا عندنا رياضة، لا عندنا ثقافة، لا عندنا، ما كذب. أكبر كذوبة نحن الشعب السوداني، أكبر شعب كذاب في تاريخ العالم كله نحن، ما عندنا حاجة، ما عندنا، بس قاعدين نكذب، بس نقعد نتونس هاي وإحنا ودا كده، كذب كله كذب، ما عندنا حاجة سويناها. الآن دايرين رجال يجي يبنوا لنا وطننا، جايبين لنا فولكر يجي يبني لنا وطننا، راجل مستعمر ألماني عمره 40 سنة، الناس الشايلين شهادات والناس الخريجين السياسة وخريجين الإدارة والاقتصاد ديل شهاداتهم كلها يبلوها ويشربوا مويتها، الناس اللي بيلبسوا بدل طالعين ونازلين بسيارات ديل خصم على السودان، لأنه ما فيهم زول فاهم حاجة، كلهم ساي بدل لافة، ملابس لافة ساي. الآن إحنا تحت الاستعمار بتاع الأمم المتحدة تحت الفصل السادس، تحت الفصل السادس ما عندنا حاجة، قاعدين نكذب على بعض. السودان ما بيقوم، السودان، السودان ضيعنا بيدينا، السودان ضيعنا نحن بيدينا، السودان دمرنا، مسكنا للزول التافه الهايف، مسكنا للناس اللي ما عنده أخلاق أساسا، مسكنا للفاقد الأخلاق والعالم. السودان ما في سودان، وانت قاعد تتفرج، هاي الوطن حيجي والوطن بكرة، والوطن ما في وطن بكرة ولا بعد بكرة. الناس دي جهزوا لك قوانين
أنه يستعبدوك بيها، جهزوا لك قوانين أنه يدمروك بيها، قانون الطفل وقانون المرأة وكل زول بقانونه. القوانين دي جاية من وين؟ من أفكارهم، ما عندها علاقة بينا ولا بنعرفها، ما عندها أي حاجة جهزوها لك، وإنت ولا عارف حاجة، قاعد والسودان حينبنيه وأمريكا دعمتنا، وأمريكا تدعمك ليه؟ أمريكا اللي بيخلي أمريكا تدعمك شنو؟ أمريكا متزوجاكم؟ اللي بيخلي أمريكا تصرف عليك شنو؟ الأمريكان سيادكم؟ ما أدينا سبب عشان إحنا نقتنع أنه أمريكا ليه بتصرف عليك أنت؟ بتحبكم يا شعبي يا سوداني؟ أمريكا خلاص المقطعة فيكم، قضيبة مقطعة فيكم؟ أمريكا لا بتبنيك لا بتشتغل بك، أمريكا دايرة لا عبيد زيك. أمريكا محتاجة لعبيد، حاضر نعم، محتاجة لأراضي تزرع، محتاجة لمعادن منك تشيلها، محتاجة لغرار بعدين تعمل قواعد، محتاجة لحاجات، لكن ما محتاجة عشان تبنيك أنت. الناس اللي قاعدين ديل كلهم ما في زول تامي بني آدم كده حر يبني لك سودان عشان أنت ما تحلم. والله العظيم اللي عملنا في السودان التاريخ ما بيرحم، التاريخ ما بيرحم، ما جعجع ونفاق وكذب وتلفزيونات وناس لابسه بدل جوا وسخانتي، الواحد ريحته غزره، ريحه سايتك لابس بدله ببره نظيف وجواه عفن، يجيك احكي لك في التلفزيونات قاعدين كله عاطل جايبينه، كله انسان تافه سفيه ختنه ليه، كله انسان ما عنده اخلاق ختنه ليه، كنت فاكر ده البنا، ده ما بنا، ده الدمار بتاع السودان اللي بتشاهد فيه الان الانحلال الحاصل، ده الدمار حق السودان، ده ما بنا سودان، ده دمار حق سودان. الحاجة حتى بسيطة كانت عندنا شالوه، وإحنا قاعدين حارسين هاي ده كوز وعلي القضارف كوز، هاي وعلي القضارف كوز، وأي واحد دار يجيب الخبر يقول لك كأنه خلاص اكتشفوا وعلي القضارف، الدنيا كلها عارفة كده. شوف لك شغلة، ارتغي بعقلك، أفهم أعرف سايقينك ليه، أعرف أنه البلد كلها كيزا ما وعلي القضارف، عندك البرهان ما عارفه نزله عندك كوز، اعمل له صوره كبيره وكوز البرهان عندك كباشه هذاك، عشان ما تقعدوا يسوقوكم الواحد زي الدجاجه واي واحد عامل نفسه خلاص وصل القمر الليله، ها يكتب وعلي القضارف كوز وسايقكم، سايقكم منه؟ سايقكم انسان نتن قذر عميل اسمه منعم سليمان، انسان عاطل واطي ما عنده اخلاق، خلاص كتب له منشور انتوا طوالي جارين الوالي ما عارفين انه كوز، ها شنو الجديد شنو؟ ها كوز ها الجديد شنو؟ الجديد شنو يعني شنو الليلة؟ الجديد شنو؟ الجديد شنو؟ ما في حاجة، كوز كلهم كيزان، كل البلد الآن كيزان، ما في زول في عندك اديني كوز يتحاكم، اديني خلاف الخمسة ستة كيزان في السجن ديل في كوز في السجن، اديني كوز شالو الحكومة دي 30 سنة، 30 سنة، شوف الموظفين بتاعنا الدولة من وإلى كلهم كيزان، الغفير كوز، المكاتب كيزان، الوكل الوزارات كيزان، الوزارات كلها كيزان، الشركات كيزان، الاتحادات الرياضية كيزان، الأندية كيزان، الغيامة كيزان، كل السودان كيزان، وينهم؟ حسبناهم شلنا لنا 5 6 10، الباقين وين؟ ما قاعدين يحكموا، ما قاعدين في السلطة، شلنا منو؟ شلنا منو؟ ما شلنا زول، قاعدين كلهم، كلهم لبسوا الصورة، كلهم طلعوا لبسوا عباية الصورة، وهي عايز يقول لك احنا صورتنا دي عظيمة، كل زول كوز ذاته تلقى قاعد مع الناس يقول لك والله احنا صورتنا دي عظيمة، الكوز ذاته بيجي يقول لك صورتنا دي عظيمة، حميدتي بيقول لك صورتنا دي عظيمة، مناوي بيقول لك صورتنا دي عظيمة، برهان بيتكلم امس في تركيا صورتنا دي عظيمة، معناته شنو؟ معناته وين الكيزان؟ مشوا ماتوا كلهم؟ ما قاعدين الكيزان، قاعدين الكيزان عشان ما نبقى نحن شعبي ما عندنا عقل، عشان نشوف الخبر لما نطلع من صفحات قحاطية معناته وراه حاجة، انت عارف منو كوز وعارف الما كوز منو، خبر بيطلع من الصفحات الكيزانية معناته من الصفحات القحاطية معناته وراه حاجة، وراه حاجة، وراه شيء، وراه موضوع تاني غير كده. اتذكر الخبر بتاع النائب العام الحبر، الحبر 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 لازم يمش، الحبر كوز، الحبر لازم يمش، الحبر 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 لازم النائب العام، ليه؟ لأنهم الحبر هبشهم، لأنه الحبر هبشهم، لأنه الحبر قال القحاطة متسترين على المجارمة، لأنه الحبر طالب بلجنة بتاعت عدل من برا، طالب بلجنة بتاعت إخفاء غصري من برا السودان، لأنه الحبر قال القحاطة في التلفزيون بتاع النيل الأزرق، قال القحاطة
ما دارين يتعاونوا مع العدالة. كلام ده قاله الحبر، عشان كده قامت حملة، قامت حملة من القحاطة. الحبر النائب العام كعب، النائب خلو الهناي ودخل القحاطة وحميتي، شالوا منه، شالوا النائب العام. ليه؟ لأنه النائب العام كان طلب بلجنة التحقيق.